بنرحب بيك يا فندم النهارده في مهرجان الجونه. عايزين نعرف تعليقك عن الفعاليات الافتتاح، الى قد ايه انت راضي عن الدوره دي؟ انا ما كنتش في الافتتاح المره هذه، يعني كنت في العام الاولاني وعام الثاني، وكنت في امريكا وفينا الفيلم هذا. وكل تعرف جونه قداش عندها 3 سنوات، كيف ولد صغير تو بدا يمشي على رجليه، يعني خليه يكبر. وهذا ان شاء الله نكبروه باش نجيبوا اكبر ممثلين واكبر مخرجين كل عام. خطتك ان يكون في مين على الريد كاربت في مهرجان الجونه الفتره اللي جايه؟ في الريد كاربت هذا؟ لا، في السنوات اللي جايه. ما نعرف، يعني شكون يعرف؟ ربي يعرف اش باش يصير. كل عام احنا تو جونه معروفه في امريكا وفي العالم. وقت جبنا ستالون وجبنا باتريك ديمسي وجبنا الممثلين الكل، مش لا انا كنت وقت نقول لهم جونه يقول لك وير از ات، وين هذه جونه؟ نقول لهم مصر. مصر يعرفوها، اما جونه ما يعرفوهاش. توا ولينا بالاخيين الممثلين والاخيين المخرجين هما ولاو السفراء نتاعنا. كل عام ان شاء الله نجيبوا اكبر ممثلين بشي ولو في الخارج يفهموا ثقافتنا، ثقافه مصر. مصر اكبر بلاد عربيه معروفه. قعدت فترة طويلة جدا في علاقة مع مايكل جاكسون والناس ارتبطت بيه مع بعض. السنوات الأخيرة كلام كتير جدل اتقال، وإن هو حد قتله، إن هو أسلم في الفترة الأخيرة. محتاجين توضح للناس إن لحد النهاردة في جدل برضه حوالين الكلام. شو قصة مايكل جاكسون؟ قصة كبيرة. أنا عندي باش نعمل فيلم على مايكل جاكسون، ما نجم نقول لكم شيء. أما كان كيف ابني اللي سمعته الكل على مايكل جاكسون كذب. كل شيء اللي سمعته كذب. انا عايش معايا مع العائله متاعي 3 سنوات، وعندي اكثر من 30 ساعه هو وانا في الورلد تور. ان شاء الله نشوفه، نوريكم الفيلم باش احضر عام الجاي. هي خلاص اتنفذ وهيبقى موجود، وعايزين اي معلومات منه. بس مستحيل نتكلم عليه، خاطر احنا ليله على امريكان سكين، وقت نحضره ناخذ برشا وقت في الموضوع. شكرا.